صدقي انا اكثر شيء يمكن يزعجني في هالدنيا الناس اللي تسلم بالايد. هي والله صدقت معاك حق مليون بالمية. هي يعني شو يضمن لي ان هذا الشخص اللي جاي يسلم غاسل ايده مو غاسل ايده؟ هي والله لا، وتصدق ممكن يكون مصافح حق مريض واحنا ما نعرف. كلامك عدل، عين العقل. والقهر اللي يقهر يعني اكثر من هذا وهذا البنات ماخذين لي موضه هالايام يسلمون على بعض في الوجه. خفتي من هالنوع؟ انا مستحيل. شو هالكلام اللي قاعده تقول؟ انا مصافح ما اصافح، تباني اسلم عليهم بالوجه؟ اعوذ بالله. دلوش منيح اللي شفتك هون. ربيتي نانا. شادي شادي نانا، تشرفنا. وشركتها بالغرفة كمان. وأوقات بتسرقني بيجاماتي ومخديتي وشرشفي. دلوش بركيلي، روجر رجع عطيني فرصة تانية. مبروك. على فكرة نانا بعد تشتغل كتابة السيناريوهات. آه حلو. على فكرة انتوا أكلتوا ولا بعد؟ أنا ميتة من الجوع. أنا الصراحة بعدني ما طلبت ولا شيء. ييه؟ لكن في عندهم فيليه السمك اللي أنت بتحبيها بطلب لك إياها؟ نانا أنا متى أحب السمك؟ يعني لين الحين ما عرفتي أنا ما أحب السمك؟ ييه؟ شو صار لك؟ إيه ما فلقتينا بريحة السمك بالفيلا. طيب ييه لكن في عندهم الدجاج بالأعشاب بتاخديها؟ دياي أنت شو بلعت اليوم؟ فيك شيء اليوم أنت؟ مرضتي؟ أنا متى أحب الدياي؟ شو صاير لك داخلك؟ فجأة صرتي نباتية؟ نانا أنا عندي إرساء من اللحم والدياي والسمك. اطلبي لي سلطة بس. أوكي. أستاذ شادي شو بتحب تطلب؟ أنا لا لا أنا عندي موعد وأبغي أروح. شكرا. كله منك. شو بلاش أنت اليوم ما سكتي من الصبح؟ إيه هو مدري شو بيه؟ أنا بدي أكل جوعانة. بذبحت يوم أرد البيت. لولي حلو الأمور اللي بتجنن شبه اليوم زعلانة؟ ما فيني شي سموح، ما فيني شي. شادي ما هيك؟ والله ما عارف يا سموحة، الظاهر أنا مكتوب علي إني أتلاقى ويا الأشخاص الغير مناسبين طول العمر. لا أبداً مو هيك، بس أنت يبدو لي إنك بتعلقي بسرعة كتير. هي والله ما أنسى بسرعة. طب والحل؟ أنت لازم تلاقي حل، ما بصير تضلي هيك. ما في حل، خلص ما ننفع حق بعض. خلص أخذتي قرار؟ لا بس تعبني وايد يا سموحة. تخيلي عنده فوبيا من كل شيء، عنده فوبيا من الطوابق العلوية والطوابق الأرضية والقبو بعد، وين بنسكن عيل؟ ليش أنتي عم تفكري تكملي معه لحتى تفكري تدوري على سكن؟ هذا عبارة عن شخص مليء بالفوبيات وهو الإرساءات التي تمشي على الأرض. خلص شو بدك في تركي؟ يعني أنت ترومين تتركين سائر بهالسهولة؟ ليش سائر مثل شادي؟ طبعا عفوا مو قصدي شيء، بس ما انه مثله. ما علي سموحه، ما علي، فهمت النج. بس شو اسوي؟ كل حد يطلع لي في مشكله. معقوله المشكله مو فيها؟ لكن بمين؟ ليتس جو.